إلى ولاية غليظان، حيث عبر العديد من المستفيدين من حصة 123 سكن تساهمي بحيث يميطال بين بن داود عن تذمرهم بسبب التأخر في وتيرة الأشغال، فبالرغم من دفعهم لكل مستحقاتهم المالية سنة 2010 إلا أنهم لم يستلموها لحد الآن. حمزة زروقي رصد التالي. في الوثائق اللي عندنا الفي اس بي نورمالمون نستلموا السكن تاعنا في 2012، لكن لحد الان 4 سنين ولا اكثر من 4 سنين تاخر. اشتكينا بالرغم من هذا، اشتكينا في 2013. احنا وين راح نسكنوا هنا؟ وين راح نسكنوا؟ هذوك راهي وعود كذبه، راك شقفه وعود كذبه من 2009. الشهر الجاي باقي 3 شهور، باقي 4 شهور، لوين وين انت؟ سيد وزير السكن، يا سيد وزير السكن، نحن متضررين صيغة ال اس بي، يا سيد وزير السكن، الناس تسكن في عدل، سوسيال سكن، وحنا مأذسين بدراهمنا، مأذسين بدراهمنا، ونخلصوا بدراهمنا، ومازال ما سكتناش. أنا معينا نشكو، معينا نشكو في الولاية، معينا نحطوا لنا تقريرات، ما كان والو، حنا نحوسوا نفهموا هذا شرا واصل، يفهموا يبينوا لنا كما قال لك معلومة، قلنا شرا باغي يدير معانا، ما نقعدوش كيما هكا. ماشي اللي كاري بمليون ونص، بزوج ملايين، أنا وكادغ ديطا بصح شحال نخلص، لابيتي نص لابيتي تروح في الكريا. من جهة ولي الولاية أكد أنه سيسحب الرخص لكل شركة بناء لم تحترم أجل إنجاز المشروع وتكليف شركات أخرى. إلا ما جابش بيرمي كونسيور تاعه أعطيه أن ديلي دو 15 جور، هذا باسكو إلا هي لاسيت صافي 3 سنين، بلغني دون 15 جور ما جاش نحيها له. حنا اون بوكو دو بروبليم تاع الأرض، كاين ناس بزاف اللي تحب تخدم. أنا ما جيتش باش نضرب حتى إنسان، لكن اللي يخدم نساعده واللي ما يخدمش الله يسهل عليه.